لما وصلت على ألمانيا كان الموضوع كئيب هدم الحرب وبدون أهل، الموضوع كان صعب يعني تحدي كبير. هلا اقدر امشي على السكه يعني اشتغل على حالي وطور حالي اكثر، صارت هلا قصه متعشقه يعني بيني وبين القطارات. طبعا هذا الجهاز موجود باغلب القطارات في المانيا، انا ايمت فيني استخدم في حالات شبه الطوارئ؟ شو الرمل؟ شو وظيفته؟ الرمل بيذنب القطار لحالتين، الحاله الاولى هو للاقلاع والحاله الثانيه للفرامل. صعوبات يعني 11 ساعة أنا برا البيت، أيام العطلة لازم نشتغل، بتصير حوادث أحيانا مثلا. كان دائما إنه عايش على أعصاب أنا يعني ليك لسنا كان بسوريا يعني. ظروف الحرب وهيك يعني الحمد لله رب العالمين يعني قدرنا نجتمع.